بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في هذا الفيديو سوف نرى تمارين للمراجعة للفصل الأول للرابعة متوسط. وضعت لكم ثلاث تمارين تقريبا مقتبسة من شهادة التعليم المتوسط، نعالج فيها كل ما درسناه في الفصل الأول للرابعة متوسطة. التمرين الأول يقول: احسب القاسم المشترك الأكبر للعددين 1053 و 832. 2. اكتب الكسر 1053 على 832 على شكل كسر غير قابل للاختزال. 3. اكتب العدد A يساوي جذر 1053 زائد 2 جذر 832 ناقص 8 جذر 117 على الشكل A جذر 13، حيث A عدد طبيعي يطلب تعيينه. التمرين الثاني: تحقق من صحة المساواة التالية. المساواة 5 في 2 x زائد 1 في 2 x ناقص 1 تساوي 20 x مربع ناقص 5. 2. حلل العبارة A بحيث A تساوي 2 x زائد 1 في 3 x ناقص 7 ناقص 20 x ناقص 5. أما التمرين الثالث، هنا عفوا التمرين الثالث: الشكل المقابل غير مرسوم بأطواله بأبعاده الحقيقية، وحدة الطول هي المليمتر. أم أي يساوي 27، أم أو يساوي 21، أم إي يساوي 36، أم إي يساوي 28. أولا، بين أن المستقيمين أي و أي متوازيان. 2. احسب قيس الزاوية أي أم بالتدوير إلى الوحدة من الدرجة. لنبدأ مع التمرين الأول. التمرين الأول نبدأ بحساب القاسم المشترك الأكبر للعددين 1053 و 832. لنقوم بحساب القاسم المشترك، أنا اخترت طريقة القسمة الإقليدية. يمكنكم استخدام عملية الطرح المتتالية. لنواصل. 1053 سوف نقوم بقسمتها، سوف نقوم بقسمة 1053 هكذا، 1053 قسمة ماذا؟ قسمة 832. بطبيعة الحال سوف يكون الحاصل 1 والباقي 221. سوف نكتب هذه القسمة على الجدول، معناه بحيث تكون هنا المقسوم هو 1053 والقاسم هو 832 والباقي هنا الباقي، معناه هذا كم؟ هو 221. سوف نقوم بإنزال هذه، معناه تصبح 832 قسمة 221. نقوم بعملية القسمة هكذا: 832 نقسمها هكذا 832، نقوم بقسمتها على 221، سوف نجد الحاصل 3 والباقي 169 هكذا. هذه مباشرة الباقي كم هو؟ هو 169. ثم نقوم بالإنزال هكذا، هذا يصبح مقسوم وهذا يصبح قاسم. 221 على 169 معناه سوف نقوم بعملية القسمة هكذا. ماذا نقسم؟ نقسم 221 قسمة 169، سوف نجد الناتج 1، الحاصل 1 والباقي 52. هنا الباقي 52 بطبيعة الحال. ثم نقوم بعملية الإنزال، 169 تصبح هي المقسوم و 52 هو القاسم، ونقوم بعملية هنا 52. ثم الباقي كم؟ سوف نقوم بعملية الحساب هكذا، سوف تأتي 269 ونقوم بقسمتها على 52، سوف نجد الناتج 3 والباقي 13. هنا الباقي 13 ونقوم بعملية الإنزال، 52 قسمة 13. عندما نقوم بعملية القسمة ونقوم بقسمة
نقوم بقسمة 52 على 13، سوف نجد الحاصل 4 والباقي 0، وهنا نتوقف. عندما نجد الباقي 0 معناه القاسم المشترك الأكبر هو كم؟ هو هذا الذي هو 13، معناه آخر قاسم اللي هو هذا 13. ونكتب هنا البي جي، نقوم بالإجابة على السؤال، البي جي سي دي للعددان 1053 و كم و832 كم يساوي؟ يساوي 13. هذا ما يسمى بالإجابة على السؤال، يجب علينا أن نذكرها لكي المصحح يفهم أننا وجدنا القاسم المشترك الأكبر. وهذا الجدول أحبذ لو كل التلاميذ يستعملونه لأنه مساعد ولأنه سهل للتصحيح. الآن 2 لاحظ، اكتب الكسر 1053 832 على شكل كسر غير قابل للاختزال. لدينا لاحظ جيدا 832 قسمة، العكس 1053 قسمة 832، نجده كسر غير قابل للاختزال، معناه نقسم البسط والمقام على نفس العدد. دائما عندما يأتي هذا السؤال بعد القاسم المشترك الأكبر، دائما نفهم أن ماذا؟ القاسم هنا هو البي جي سي دي، أي هو القاسم المشترك الأكبر، معناه هو 13، معناه نقوم بالقسمة على ماذا؟ على 13. فكم تصبح 1053؟ عندما نقسمها على 13 سوف نجد الناتج مباشرة 81، هكذا 81. وعندما نقسم 832 على 13 سوف نجد الناتج 64. لاحظوا جيدا معي هنا، 81 و64 هما أوليان فيما بينهما، أي أن لا يوجد قاسم مشترك بينهما إلا الواحد، معناه هذا الكسر غير قابل للاختزال، لا يوجد أي عدد هنا. لاحظ جيدا، لا يوجد أي عدد هنا وهنا يقبل عليهما القسمة 81 و64 في آن واحد. الآن ماذا سوف نفعل؟ سوف نقوم بحل السؤال الثالث، تابعوا جيدا، لاحظوا جيدا معي، أعطوا لنا العبارة العدد A، سوف نأتي به هنا العدد A. هذا العدد ماذا قال؟ نقوم بتبسيطه وكتابته على الشكل A جدر 13، A جدر 13. هنا يجب أن نتمعن جيدا في الأعداد، لاحظوا هذا 1053 وهذا 832 هم نفس العددان اللذان أعطوهم لنا في السؤال الأول لحساب البي جي سي دي لهما، هما نفسهما، معناه قاسمهما المشترك هو ماذا؟ هو 13. لاحظ جيدا معي، ولاحظ جيدا على الشكل A جدر 13، عندما قال أن الناتج سوف نجده على الشكل A جدر 13 نفهم مباشرة من هنا أن 1053 يقبل على 13 و832 يقبل على 13 و117 يقبل على 13 و13 هو البي جي سي دي، لأي هو القاسم المشترك الأكبر. سوف نقوم بعملية التبسيط، زائد 2 هكذا جدر، لاحظ ناقص 8 جدر هكذا، سوف نقوم بتكبير، لاحظ جيدا سوف نكتب هكذا A تساوي، نكتب في الوسط A تساوي، لاحظ جيدا A تساوي هذا جدر 1053 نكتبه على شكل جداء عددين، زائد 2 جدر 832 على شكل جداء عددين، ناقص 8 وجدر 117 على شكل جداء عددين، بحيث أن أحد هذين العددين هو ماذا؟
هو 13 وهنا هو 13 وهنا هو 13. لماذا؟ لأنه قال على الشكل الجدر 13، معناه تحت الجدر سوف تبقى 13. ونأتي بالآلة الحاسبة ونقسم 1053 على 13، ها هي وجدناها 81. لاحظ جيدا 81. ثم 1832 نقسمها على 13 سوف نجد ماذا؟ 64. هكذا 64. و 117 عندما نقسمها على 13 سوف نجد 9. معناه بحيث لو ماذا؟ لو نقوم بضرب 81 في 13 سوف نجد 1053. وعندما نضرب هذان العددان ماذا سوف نجد؟ نجد 832. وعندما نضرب هذين العددين سوف نجد 117. الآن تساوي تساوي، لاحظ تصبح هكذا، سوف أجزئ الجذور، معناه تصبح هكذا جذر واحد، بما أن لدي الضرب يمكنني أن أقوم بهذه العملية في جذر 13 زائد ماذا؟ زائد لاحظ جيدا 2 في جذر 64 في جذر 13 ناقص 8 في جذر 9 في جذر 13. هذا القانون هو نفسه القانون عندما يكون لديك A في B، هو نفسه جذر A في جذر B. هذا هو القانون الذي استعملته هنا. الآن لنواصل. A تساوي جذر 81، نأتي بالآلة الحاسبة ونقوم بحسابه سوف يعطينا 9. 9 في جذر 13 زائد 2 هنا في معناه في جذر 64، نأتي بالآلة الحاسبة ونقوم بحسابه سوف نجد 8. جذر بطبيعة الحال جذر 13، بحيث أن هذه الاثنان هي هذه في هي هذه، جذر 64 أصبح 8 وجذر 13 هي هذه فقط. ناقص ماذا؟ ناقص 8 في هنا في جذر 9. جذر 9 هي ماذا؟ هي 3 جذر 13. ونكمل الحساب بحيث 9 جذر 13 زائد 2 في 8 كم؟ هي 16 جذر 13. ناقص 8 في 3 هي 24 جذر 13. بما أن هذه الحدود 3 لديها نفس الجذر، لاحظوا جيدا ماذا سوف أفعل. سوف أقوم بجمع هذه الأعداد وأحتفظ بجذر 13. من هنا ما هو الذي مضروب في 3 جذر 13؟ هو 9 زائد هي هذه زائد ماذا؟ 16. لاحظ ناقص 24. ناقص 24. وماذا تصبح هذه عندما نقوم بحسابها؟ 9 و 16 25. 25 ناقص 24 يصبح 1 جذر 13، وهو نفسه جذر 13. ها قد كتبته من الشكل A جذر 13، بحيث هذه هي 13 والA هي نفسها الواحد وهو عدد طبيعي بطبيعة الحال. الآن ننتقل إلى التمرين الثاني. ركزوا معي في التمرين الثاني ماذا قال؟ قال تحقق من صحة المساواة التالية. لدينا مساواة نقوم بتحقق من صحتها. ننطلق من هنا، يجب علي الانطلاق من هنا، وفي الناتج يجب أن نجد هذه. هذه معناها تحقق من صحة المساواة. ننطلق من هنا أولا. التحقق من صحة المساواة معناه ننطلق من هنا من 2x زائد 1، لاحظ في 2x ناقص 1 بهذه الكيفية، ويجب علي أن أجد هذه في الأخير، يجب علي أن أجدها. لاحظ ركزوا جيدا معي، انظروا إلى هذه العبارة. هذه أليست هي متطابقة شهيرة التي تقول لكم A زائد B في A
عفوا هنا ناقص، عفوا هنا هناك فقط هنا، لاحظوا جيدا هنا ناقص واحد، لاحظوا جيدا ناقص واحد هكذا. ألا تلاحظون أن هذه العبارة هي مكتوبة من الشكل ماذا؟ من الشكل A زائد B هكذا في A ناقص B، هي نفسها بحيث أنها هو الـ A وها هو الـ B، ها هي الزائد وها هي الناقص. لاحظوا جيدا معي ماذا تصبح تساوي هذه؟ تصبح تساوي بالنشر، تصبح A مربع ناقص B مربع بهذه الكيفية. وكل ما علي فعله هو تطبيق القانون، بحيث أن أين هي الـ A؟ هي 2x، والـ B هي كم؟ 1. معناه نقول 2x مربع، ولكن هذه كلها A، لا ننسى الأقواس، ناقص B مربع، ها هي A مربع. ثم ماذا؟ ثم هذه الناقص هي هذه، ثم ماذا؟ ب مربع، ب مربع هي كم؟ هي الواحد مربع هكذا. ولا ننسى ابدا، لا ننسى ابدا حذاري، هاته الخمسه يجب ان تكتب هنا هكذا، ثم نكتب الخمسه هكذا. ماذا تصبح لدينا العباره؟ تصبح ماذا؟ خمسه في ماذا؟ 2 مربع هي كم؟ هي 4 اكس مربع ناقص هذه الناقص، 1 مربع هي 1. الآن كل ما علي فعله هو النشر، 5 هنا و5 أنشرها هنا، تصبح 5 في 4 هي كم؟ هي 20 ماذا؟ اكس مربع. ثم خمسة في واحد هي كم؟ خمسة، خمسة في واحد هي خمسة، وهذه الزائد في هذه الناقص تأتي هنا ناقص، وهي نفسها ماذا؟ العبارة التي قالوا لنا أوجدوها. لاحظوا جيدا هي نفسها، ها قد قمت بالتحقق. الآن السؤال الثاني، ماذا قال؟ حلل العبارة A. لاحظ جيدا معي، هذه هي العبارة A، قال قوم بتحليلها. كل ما علي فعله هو تحديد حدود العبارة، بحيث أن هذا هو الحد الأول وهذا هو الحد الثاني هكذا. لاحظوا جيدا وركزوا، تصبح A تساوي، لاحظ جيدا في التحليل لدي طريقتان للتحليل، العامل المشترك أو ماذا؟ المتطابقات الشهيرة. معناه لدي طريقتين للتحليل. لاحظ جيدا في الحد الأول والحد الثاني، هل هناك عامل مشترك؟ لا يوجد أي عامل مشترك. هل هناك متطابقة شهيرة؟ لا توجد أي متطابقة شهيرة. ولكن ركزوا، أليست هذه العبارة، أليست هي نفسها هذه؟ هي نفسها. وهذه أليست هي نفسها هذه؟ أليست هي نفسها هذه؟ نعم هي نفسها. معناه ماذا سوف أفعل؟ سوف أنزع هذه العبارة وأضع مكانها هذه، لأن هذه هي نفسها هذه بطريقة بسيطة جدا. الآن سوف نقوم بالتعويض. ماذا نعوض؟ الحد الأول يبقى كما هو، اللي هو 2x زائد 1، 2x زائد 1 في 3x ناقص 7. هذا الحد يبقى كما هو، لاحظوا جيدا، والناقص يأتي هنا. الحد الثاني سوف أعوضه بهذه، فقط بهذه مباشرة، لاحظوا جيدا، هذه سوف أضعها مكان الحد الثاني فقط
لأنها هي نفسها، لأن هذه هي نفسها هذه. ثم أقوم بغلق الحد الثاني، ماذا تصبح؟ أتساوي. الآن بين الحد الأول والحد الثاني ألا يوجد عامل مشترك؟ نعم. أين هو؟ لاحظوا جيدا أين هو العامل المشترك، هو 2x زائد 1، هذا هو العامل المشترك. معناه سوف أكتبه هنا 2x زائد 1 هكذا، وأقوم بكتابة ما بقي داخل الحدين. لاحظ جيدا في الحد الأول هذا قد أخرجته، ماذا بقي؟ بقي لي 3x ناقص 7 هكذا. ثم ماذا يأتي بعدها؟ الناقص ناقص. وماذا بقي في الحد الثاني؟ الحد الثاني بقي، هذه قمت بإخراجها، بقيت لي 5 لا ننساها في ماذا؟ 2x ناقص 1 هكذا، ونغلق العارضة هكذا. الآن قد حللت، قمت بالتحليل، لأن التحليل يجب علي أن أجده جداء عاملين، ها هو العامل الأول وها هو العامل الثاني. العامل الأول غير قابل للتبسيط لأنه 2x زائد 1، ولكن لاحظوا جيدا للعامل الثاني قابل للتبسيط لأن فيه أقواس داخلية. لاحظ جيدا هذا القوس مسبوق بزائد، معناه لا يتغير أي شيء، تصبح 3x ناقص 7. هذا القوس مسبوق بناقص 5، معناه يجب هذه الناقص 5 أن أنشرها هنا وهنا. لاحظوا جيدا معي، الناقص في الزائد كم؟ ناقص 5 في 2 هي 10 ماذا؟ x. لاحظ عندما أنشر ناقص 5 كلها هنا يجب علي حذف الأقواس، لأن بعد النشر نحذف الأقواس. ثم الناقص في الناقص هذه كم؟ هي زائد، وخمسة في 1 هي 5 هكذا تساوي. الآن نقوم بالترتيب 2x زائد 1، ثم هنا نرتب التي لديها نفس الإكس أضعها في الأول، وباقي الأعداد أضعهم في الأخير، فتصبح 2x زائد 1 في 3x ناقص 10x هي ناقص 7x هكذا. ناقص 7 مع زائد 5 هي ناقص 2، وها قد قمت بتحليل ماذا؟ العبارة أو هكذا قمت بتحليلها، فوجدتها هي عبارة عن جداء عاملين هكذا. الآن ننتقل إلى التمرين الثالث. لاحظوا التمرين الثالث، قال هذا الشكل غير مرسوم بأطوال الحقيقية. ماذا قال؟ أولا بين أن المستقيمين AE وOE متوازيان. الآن أول سؤال هو التوازي، تبين، لاحظ جيدا، تبين أن ماذا؟ أن OE، ما به هذا OE يوازي AE. لاحظ جيدا أول شيء أفكر فيه في التوازي هو خاصية طاليس العكسية. لاحظ جيدا سوف نأخذ هذا الرسم لكي يساعدنا. لاحظ جيدا هكذا، لاحظوا جيدا خاصية طاليس العكسية، ركزوا جيدا معي. قال بين أن ماذا؟ OE هذا، لاحظ جيدا معي، قال تبين أن OE يوازي AE، هذان نبين أنهما متوازيان. لاحظ جيدا هذان إذا كان متوازيان أين قاطعاهما الغير متوازيان؟ هما EE و OA. الآن كل ما علي فعله هو تطبيق خاصية طاليس العكسية. سوف أكتب الأعداد على الرسم، أم أ هي 27 هكذا، وأم أو هي كم؟ هي 21. لاحظوا جيدا أم إي هي
36 هكذا لكي تسهل علي العملية. أم إي هي 28. لاحظوا جيدا الآن معي، لدينا، سوف نقول لدينا، تابع للطريقة النموذجية لدينا. الآن سوف أجرب أقوم بقسمة ماذا؟ أقوم بقسمة أم إي بنفس الجهة. لاحظ طاليس العكسية، أم إي أقوم بقسمة أم إي، أم إي هكذا، أم إي قسمة ماذا؟ قسمة أم إي، قسمة أم إي هكذا. نقول ركزوا جيدا، ماذا قلت؟ قلت أم إي، عفوا، قلت أم إي هكذا، أم إي، أم إي قسمة أم إي، وأرى النتيجة. أم إي، أم إي كم؟ هي 36. أم إي هي 36 قسمة ماذا؟ أم إي، أم إي هي 28. وأرى النتيجة هنا، هذا قابل للاختزال وهنا قابل على الاختزال على 4. ومن يريد حسابها بالآلة الحاسبة يقوم بحسابها، فلا يوجد أي مشكل، تصبح 9/7. لاحظ جيدا، قلت أنني ماذا فعلت؟ أم إي، بدأت بأم إي، على ماذا؟ على أم إي هكذا، بدأت بأم إي على أم إي. الآن النسبة الثانية، ركزوا جيدا، النسبة الثانية، لاحظ جيدا، أخذت هذا قسمة هذا، أم إي على أم إي، معناه بدأت بأم إي. الآن للمستقيم الثاني، معناه هذا، نذهب للجهة الأخرى، لا نقول أم أو على أم أ، لا، نقول أم أ، معناه من نفس الجهة، بدأت بأم إي أذهب إلى أم أ، معناه أقول هكذا أم أ مباشرة، هكذا أم أ على ماذا؟ على أم أو، أقول أم أ هكذا، أم، عفوا، أم أ على أم أو هكذا. نذهب إلى الوسط على أم أو، نذهب إلى الوسط معناه نقطة التقاطع، أين هي نقطة التقاطع؟ هنا، وأبدأ، قلت أم أ على أم إي، معناه بدأت من هذه الجهة، من عندما أذهب للنسبة الثانية أيضا أبدأ من هذه الجهة، أم أ على أم أو هكذا تساوي، وأقوم بحسابها، إذا وجدتها 9/7 فهما متوازيان. لاحظ جيدا، أم أ، أم أ هي كم؟ هي 27 على أم أو هي 21. أقوم بالاختزال على 3 تساوي كم؟ 9/7. ومن يريد حساب هذه بالآلة الحاسبة وهذه بالآلة الحاسبة سوف تجد النتيجتين متساويتين، ونقولهن هنا بما أن، لاحظ جيدا، بما أن ماذا؟ أم إي على أم إي تساوي ماذا؟ أم أ على أم أو. وماذا لدينا؟ ولماذا؟ لأن الشرط خاصية الطاليس العكسية، أي شرط التوازي، يجب أن يتحقق النسبتين وترتيب النقط، ونقول والنقط هكذا، والنقط، ما هي النقط؟ لاحظوا جيدا، أو أم أ، أو أم أ، لاحظ جيدا، والنقط أو أم أ، والنقط أو أم أ، و أو أم أ، وماذا أيضا؟ و إي أم إي، و إي أم إي بنفس ماذا؟ بنفس الترتيب، بنفس الترتيب، وحسب خاصية طاليس العكسية، لاحظ جيدا، وحسب خاصية طاليس العكسية
فإن ماذا؟ فإن آي يوازي مباشرة أو إي هكذا بهذه الكيفية البسيطة جدا. معناه لدينا تساوي النسب والنقط بنفس الترتيب، معناه أو تقابلها إي وآم تقابل نفسها وإي تقابلها آ، معناه نفس الترتيب، فإن هذان المستقيمان متوازيان بطبيعة الحال. الآن نذهب إلى السؤال الثاني. قال أحسب قيس الزاوية AEM. ركزوا معي هنا إلى الزاوية AEM، معناه هو يقصد هذه الزاوية AEM، يجب علي أن أقوم بحسابها. لاحظوا جيدا هنا الأطوال AMA أعطوها لنا 27، لاحظ، وAME أعطوه لنا كم؟ 36، وإيه لا يوجد مجهول. لاحظوا الآن الزاوية، هذه الزاوية أعطوا لنا هذا الضلع وأعطوا لنا هذا الضلع، وقال أحسب هذه الزاوية. لدينا ثلاث نسب مثلثية، عندنا الجب والجب تمام والظل، معناه السينوس أو الكوسينوس أو التانجنت. لاحظوا جيدا الآن معي بطبيعة الحال لدي ماذا؟ الزاوية. وهذا ماذا يمثل إلى الزاوية؟ هذا هو ماذا؟ هو مقابلها، الذي يقابلها، معناه هذا هو المقابل. والذي أعطوه لي معلوم هو هذا هو ماذا؟ هذا هو مجاورها، معناتها هذا هو المجاور للزاوية. وإنما هذا هو ماذا؟ هو الوتر. لماذا هذا الوتر؟ لأن لاحظوا جيدا معي أعطوا لي زاوية قائمة هنا، لو لم يعطوا لي زاوية قائمة هنا لا يمكنني أن أستعمل النسب المثلثية. معناه لاحظ جيدا الوتر هل هو معلوم؟ ليس معلوم، معناه لا أحتاجه. لاحظ جيدا أعطوا لي المقابل وأعطوا لي المجاور، أعطوا لي المقابل والمجاور، معناه سوف أستعمل النسبة المثلثية التي تحتوي على المقابل والمجاور. أي نسبة مثلثية التي تحتوي على المقابل والمجاور؟ هي التانجون. معناه نقول لدينا ماذا؟ المثلث. ما هو المثلث؟ EMA قائم في ماذا؟ في M. لاحظ جيدا هم أعطوا لنا المثلث EMA قائم في آم، معناه بما أنه قائم في آن فإن ومنه، لاحظ جيدا ومنه نكتب قانون التانجون، معناه تانجون ماذا؟ تانجون الزاوية AEM، تانجون الزاوية AEM ماذا يساوي؟ لاحظوا جيدا يساوي طول الضلع المقابل للزاوية اي على طول الضلع المجاور لها للزاوية اي. معناه تصبح تانجون AEM ماذا تساوي؟ طول الضلع المقابل هو ماذا؟ هو AMA هكذا AMA قسمة ماذا؟ AME هو المجاور الذي هو AME وتساوي كم؟ لاحظوا جيدا معي AMA هي كم؟ AMA هي 27 قسمة ME اللي هي 36، وتصبح تانجون الزاوية AEM
أم تساوي 27 على 36؟ سوف تجد النتيجة 0.75. لقد وجدت الطنجرة وهم طلبوا مني ماذا؟ الزاوية. معناه نقوم باستعمال الآلة الحاسبة، استعمال الآلة الحاسبة بطريقة بسيطة جدا. لقد وضعت فيديو على كيفية استعمال الآلة الحاسبة لحساب طنجون أو السينوس أو الكوسينوس للزاوية لزاوية. تابعوني جيدا، نقوم باستعمال الآلة الحاسبة لإيجاد الزاوية A E M. الآن نقول A E M تساوي بالتقريب، هكذا تساوي بالتقريب، لا نقول طنجو A E M تساوي، لا، إنما طنجو A E M هي 0.75. الآن نجد الزاوية A E M، نذهب ونقوم بحسابها. طنجو ماذا نفعل؟ نضغط على شيفت هكذا، شيفت، ثم طنجو ها هي طنجو ماذا؟ 0.75، 0.75، ونجد النتيجة تساوي 36.86. معناه هنا نجد أن 36.86 درجة، ولكن هو ماذا قال؟ بالتدوير إلى الوحدة يعني أن الزاوية AEM تساوي بالتقريب ماذا؟ ننظر هنا، تدوير إلى الوحدة، بما أن 8 أكبر من 5 معناه تصبح 37 درجة. وهكذا نكون قد انتهينا من حل هذه التمارين التي عالجنا فيها ما درستمونه في الفصل الأول.